حرام بالله. ايش حرام بالله؟ ايش يقول هذا؟ يتردد حرام بالله ان تعمل كذا، هذا معنى عليه الحرام يعني. هذا يكون في كفرة يمين اذا ما نفذ الذي قال له، عليه كفرة يمين. اذا قال حرام بالله ان تقوم ولا قام، عليه كفرة يمين. حرام بالله ان تاكل طعام ولا اكل، عليه كفرة يمين. لقول الله سبحانه: يا ايها النبي لما تحرم ما تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لك تحله ايمانك. جاء قال جماعة من المفسرين نزلت في العسل، وقال بعضهم في تحريم جارية، فأمره الله يكفر عن يمينه. نعم، جعل التحريم يمينا، تحريم الجارية أو الطعام أو ركوب الدابة أو ما أشبه ذلك، يكون حكم حكم اليمين. قال علي حرام أركبها، علي الحرام ما أكل معك الطعام، علي الحرام ما أجلس، يكون حكم حكم اليمين. أحسن الله إليكم.